السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور كريمان. حياك الله مولاي. أحبك بالله. أحبك الله وأسعدك الله خويا. والله العظيم تنتصل بك 3 سنين هذه دابا. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. معذرة خويا معذرة، اسمح لينا. دعم أنا عافاك. يا ربي يا كريم. ودعم واحد الخوادري مسكين. لا إله إلا الله. ودعم مع واحد عمي مسكين، واحد السيدة، واحد خالي. ان شاء الله يا رب. هو مريض مسكين ومرض بزاف. يا رب يا كريم يا رب. والدعم مع الواحد الوالد ومع واحد الوالده ومع الاسره كلها. يا رب يا رب باذن الله خويا باذن الله. بارك الله فيك. والدعم معي انا الله يجزيك بخير. يا سي سعيد يا رب يا كريم. واش مالي في الوالده؟ طبيعه الحال مالي الحمد لله. راس المال كله راه هو الوالدين خصوصا الوالده. طبيعه الحال. الله يبارك لك. انا عيان شويه. ما يكون عندك باس اخويا. دعم جميع المسلمين يا رب. يا رب الله يغنيك من فضله. شكرا لك سي سعيد. شكرا لك. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لا اله الا الله. سي سعيد من مراكش كنلاحظوا الحمد لله، شوف الطبيعة ديال الشعب المغربي من خلال هذه المكالمة التلقائية. اش كان نستشف من خلال هذه المكالمة؟ كنحسوا بان الحمد لله والشكر لله ان الطبيعه ديال المجتمع ديالنا طبيعه متدينه، طبيعه ايمانيه، طبيعه فطريه. سي سعيد كيبان لك فيه النيه، النيه اكيد انه مغلوب من الحياه، الحياه تتغلب، الحياه فيها صراع وكفاح ولابد ان نعيشها طولا وعرضا وتكون عندنا روح المقاومه المتشدده. هكذا هي الحياه، راه اللي ما قبلش هذه اللعبه غادي يضيع. نظام الحياة كما خلقه الله عز وجل فوق الكوكب الأرضي قبل أن نودع، ملي غنودع إن شاء الله تعالى وغنمشيو للدار الأخيرة، ديك الساعة في الضيافة. الدار الأخيرة هي الجنة، هذيك الضيافة، نحن في ضيافة الرحمن. ديك الساعة ما كاين لا خدمة ولا تعب ولا مرض ولا سقم. إن أصحاب الجنة اليوم هم في شغل فاكهون، شغلهم الوحيد هو التمتع والتفكه والتنعم. أما الدنيا كما خلقها الله تعالى حتى هي دار ابتلاء، ماشي دار جزاء، هي دار عمل، دار كفاح. لابد اننا نقاوم. ما عمرك ما تقول هذه الاخره ليا، لا ما كاينش، غدا يصبح ويفتح، غدا تشرق الشمس ونعاود نجدد الطاقه ديالي ونقوي العزيمه ونبدا من جديد. فهكذا الحياه اخونا سعيد، فيه النيه، وهذيك النيه راه هي راس المال. قال لك ان الله سبحانه وتعالى كيعطي لصاحب النيه من الخيرات ما يجعل صاحب العقل الراجح انه يندهش. واحد عنده العقل الراجح كيفكر مزيان، وعنده التخطيط الاستراتيجي، وعنده الرؤيه المستقبليه عن بعد، وعنده دراسه الجدوى، وعنده جميع القواعد والميكانيزمات ديال ضبط المجال، يخدم العقل لكن غادي بلا نيه. واحد اخر مسكين ما عنده والو، لا اله الا الله، وفيه النيه. غادي نمشيو في الطريق، في الاخر العاقبه لمن؟ لصاحب النيه. لأن عنده راس المال حقيقي، أما صاحب العقل إلى ربط معه النية هذيك حاجة أخرى عاوتاني، هذاك ربي غادي يجعله من الذي تقضى على أيدي حوائج الناس. فأخونا سعيد من خلال كلامه ويبدو أن بجانبه زوجته أو إحدى نساء العائلة كتقول لي كلمة جميلة، وحقا وصدق من قال وراء كل عظيم امرأة. تحية كبيرة للأخت التي كانت بجانب سي سعيد، ونسأل الله تعالى يا رحمن يا رحيم بهذه النية التي هي مبثوثة في قلب أخينا سعيد، اللهم أسعد قلبه وأسعد جميع أفراد أسرته يا ربي. من كان منهم مريض أو سقيم أو عليل فشافه وعافه ومتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم محتاج إلى المال فارزقه يا ربنا رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم يا ربي وهيئ لأخينا سعيد فرصة عمل يكون مبارك، عمر ميسر، جهده قليل وخيره كثير. وجميع النساء العائلة اللهم احفظهن وبارك فيهن. والأخت اللي معك سي سعيد كتكلم معك وتوشك في ودنك،
هذه السيدة أسأل الله تعالى أن يجعلها مع نساء النبي المصطفى وتكون من الصالحات القانتات الذاكرات. يا ربي كل من قال آمين أرزقه وأهله مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.